قلنا لحضراتكم مرة أخرى بعد لقاء رئيس جامعة قناة السويس لازم أبدأ بالطلبة، اللي هو اليوم كله عن الطلبة، اليوم كله موجه الحديث للطلبة، لقطاع الشباب، للجامعات، للباحثين، غيرهم، كل المنظومة الجامعية سواء في الجامعات الخاصة، الجامعات الحكومية، الجامعات الأهلية، اهتمام بالشباب، الرياضة، بالأبحاث، بكل ما نتخيله أو كل ما يتضمنه هذا الملف. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، كريم عبد الباري، أو أنا هبدأ بالدكتور كريم عبد الباري، رئيس اتحاد الطلاب جامعة قناة السويس، طب بشري، أهلا بيك معايا. أستاذة منة محمد غنيم، الطالبة المثالية جامعة قناة السويس، حاسبات ومعلومات، أهلا بيكي معايا. والأستاذة سناء مسلم، خريجة أول دفعة من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية. خليني أبدأ بدكتور كريم. دكتور كريم أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أنت في سنة ستة طب. مظبوط. عايز أخد رقم تليفونك عشان بعد كده لو حد عندنا تعبان ولا حاجة. إن شاء الله حضرتك ما تحتاجنيش يعني. بإذن الله. سعيد بيك جدا. أنا أسعد. كلية طب ولكن رئيس اتحاد الطلاب في جامعة قناة السويس. جامعة قناة السويس يعني انت بتتكلم على بورسعيد كمان وصح ولا لا؟ قبل الانفصال. فرع الاسماعيلية قبل الانفصال. دلوقتي جامعة قناة السويس اسماعيلية بس. الاسماعيلية بس. 40,000 طالب. 40,000 طالب تحت منك كام اتحاد طلاب؟ 16 كلية ب16 اتحاد، ودي تاني سنة ليا اكون رئيس اتحاد طلاب الجامعة. فرحان انت قوي. طبعا. طب بتذاكر امتى؟ ايه والله الواحد لما بيكون حابب الحاجة بيقدر ينظم وقته يعني. ده شيء جميل. قول لي النهارده لقاء الرئيس برؤساء اتحاد الطلاب على مستوى الجمهورية، التواجد بتاعهم والرسائل المختلفة، انت كنت في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قلت له ايه شعورك ايه وانت بتستقبل الرئيس؟ طبعا كنت متحمس جدا اللي انا اكون في استقبال سيادة الرئيس. هو طبعا اول ما نزل كنا في استقبال انا ومجموعة من زمايلي، مشينا معاه، بدأت أشكره على اختيار جامعة قناة السويس إن يتم تنظيم حفل تكريم كل أوائل خريجين الجامعات المصرية لأول مرة يكون ده في جامعة قناة السويس. ده أكيد فخر لينا وشرف لينا، نشوف المستقبل، شايفين الطلبة الخريجين هم دول مستقبل البلد، زائد إن الطلبة عندنا في الجامعة كانوا كلهم يعني حابين يحضروا الحفل، الإحساس منهم بالمسؤولية، شايفين إن الدولة بتدعم كل الشباب، فهم شايفين إن هم حابين يكونوا جزء من الموضوع ده، زائد الطلبة المتطوعين اللي عندنا في الجامعة. إحنا كان عندنا على مدار العشر أيام اللي فاتت مش أقل من 400 متطوع شغالين، كل هدفهم إنجاح الإيفنت، اللي هم بيبذلوا كل مجهودهم، ما بيتعبوش ما بيناموش، كل ده عشان هدفهم إنجاح الإيفنت. فعندنا طاقات شبابية كتير جدا جوه الجامعة. أنا فخور إن أنا أكون رئيس اتحاد جامعة قناة السويس بوجود الطلبة دي. طبعا. طيب لما انت رحبت بالرئيس وكده كان حديثه ايه؟ انطباعك ايه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ كل الناس بتشوف الرئيس من بعيد، انت قربت منه، سلمت عليه، كلمته؟ طبعا الوضع من بعيد مختلف جدا. انا يعني رئيس الجمهوريه. من قريب والدي. الموضوع كان مختلف. حسيت بكده؟ كان الطريقه فريندلي جدا. انا حاسس ان انا ماشي مع حد انا عارفه بقالي فتره. الرياكشنز يعني في الصور نازله اكيد مبينه ده، ماشيين بنضحك اصلا مع بعض. يعني انا ما حسيتش ان انا ماشي مع حد اول مره اتعرف عليه وبالاهميه دي. طبعا يعني طبعا سيادته يعني شرف لاي حد اللي هو يكون متواجد بالقرب ده منه. طبعا فساعدت بده. طب قول لي بقى انعكاس ده وانعكاس وتواجد الرئيس معاكوا كاتحاد طلاب وزملائك رؤساء اتحاد الطلاب الجامعات المصريه المختلفه، قالوا ايه بعد اللقاء؟ مش قبله، بعد اللقاء، بعد الرسائل المختلفه، بعد خروج الوزراء، بعد حديث الوزراء. طبعا انطباعهم كان كلهم مبسوطين، حدث غير مسبوق. احنا كان دايما بيتم دعوة الاتحادات الطلابية لأحداث رئاسية، بس مجرد حضور، ما كان بجانب شخصيات تانية كتير. مفيش مناقشات ومفيش توجيه كلام ليه كنتوا بالظبط يعني. لكن احنا كنا المين كاركتر بتاع الايفنت، احنا الاساس. الرئيس جاي عشاننا، الوزراء جايين عشاننا، جايين عشان يعرفونا ايه الانجازات اللي بتتم في البلد في كل المجالات المختلفة، سواء في مجال الرياضة، في الثقافة، في التعليم العالي، التربية والتعليم. فيعني هدفهم نشر الوعي للشباب، وكلنا طالعين يعني لا في حاجات كتير احنا ممكن نكون مش مدركين هي بتحصل ازاي، بس بعد الجلسة النهاردة لا احنا في تطور كبير جدا. طبعا ما
اشكرك جدا، وانا سعيد بوجودك وسعيد بالمجهود اللي انت عملته النهارده. اخر سؤال، قل لي، في انت كدكتور، كل الدكاترة اول ما تتخرج بتسيب مصر وتمشي، انت ناوي تعمل ايه؟ بالامانة كده. بامانة؟ انا بفكر اقدم ضباط متخصصين. ضباط متخصصين، وبقى دكتور ضابط بالظبط في الجيش المصري بالظبط. انا سعيد بيك جدا، انا واشكرك على امنيتك دي، وانا متوقع ان هي تتحقق ان شاء الله باذن الله. استاذه منى محمد غنيم، الطالبه المثاليه. على فكره انا كنت طالب مثالي جامعه القاهره، بس انا يعني قبل منك، انا قبل منك بشويه صغيرين كده. نحتذي بحضرتك بقى. انا كنت 1985 قريب. قبل ما تتولدي مثلا، صح؟ اشكرك. بيجي 15 سنه ولا حاجه. وصلت ازاي لطالبه مثاليه؟ رؤيتك ايه وانت قاعده النهارده؟ الاول كان وصلت لي بصراحه كان بالصدفه، يعني كان بترشيح من اتحاد كليتي ان انا اطلع في المسابقه دي، ولكن كان عن تراكم خبرات سابقه. يعني هي المسابقه كانت بتبقى على محاور، معلومات عامه، مشاركات طلابيه، دورات، مشاركات اجتماعيه، فانا كان متوفر عندي كل الشروط دي، ما كنتش بسعى للمسابقه. ولكن بالصدفه عرفت ان في مسابقه اسمها الطالبه المثاليه، وانا كنت بشارك في انشطه الجامعه بفعاليه، وكمان الى جانب التفوق الدراسي، فالحمد لله قدرت اخد المركز على مستوى الجامعه، ومثلت الجامعه في اسبوع شباب الجامعات في نفس المسابقه. ده شيء جميل. انت قلت كلمة في السكة كده، التفوق الدراسي. الحمد لله. انت بتدرسي حاسبات ومعلومات. ايه بقى تخصصك؟ ايه بتحبي ايه؟ انا اصلا تخصصي على ذكر الكلام اللي اتقال النهارده، كان معالي الوزير بيتكلم عن التخصصات البينيه، فانا اول برنامج في جامعه قناه السويس في كليه الحاسبات اسمه بايو انفورماتكس. اسمه ايه؟ بايو انفورماتكس. اوكي، بايو انفورماتكس. بالظبط. القسم ده بيجمع بين ثلاث مجالات، اول حاجه البرمجه، ثاني حاجه الاحصاء، ثالث حاجه هي البيولوجي، خاصه الجينات. فانا دوري ان انا بحلل البيانات الجينيه دي بالاحصاء وبالبرمجه، فدي برضو من ضمن التخصصات الجديده اللي الدوله بتسعى انها تدخلها. والله. يعني وعندنا اساتذه في الموضوع ده؟ هو بصراحه التخصص ده بقاله مثلا 18 سنين، يعني في الحدود دي، ف قليلين، بس في عندنا كوادر في المجال، وما شاء الله يعني في ناس اتخرجت دلوقتي. اغلب اللي مشغلين في الكلام ده 57 مثلا، اغلب الكلام مثلا معهد الاورام، حاجات دي بتتخطفوا على طول يعني. ان شاء الله، ندعو الله بصراحه. سنه كام؟ انا داخله رابعه. داخله رابعه، خلاص سنه. ان شاء الله اخر سنه بالنسبه لي. ما كانش صعب؟ كان مخيف في الاول، كل الناس كانت بتقولي ده مجال جديد، طب هتطلعي تشتغلي ايه؟ انا لغايه تانية ما كنتش عارفه انا هطلع اشتغل ايه. الموضوع في الاول كده ليه رهبه ان انا بجرب في مستقبلي، بس في الاخر طلع ان هو لا، يعني تستحق التجربه، وان هو فعلا مجال رغم ان هو جديد، بس حاجه كده عامله زي البرمجه، لو استنيت عليه شويه هيطرح. ما هو لازم هيطرح ده. لانه جديد جدا. انت بتقولي لي من دلوقتي انت محدده مين اللي بيخطفكم علشان اول ما تتخرجوا. بالظبط. فانا سعيد ان احنا كنا زمان بنخش الجامعه ونقول عشان عليك يا رب مع الشهادات بتاعتنا. الحمد لله. اشكرك جدا يا منى على وجودك معايا. استاذه سناء مسلم، قولي لي، يعني ايه الكليه المصريه الصينيه للتكنولوجيا التطبيقيه؟ هو برنامج توأمه من معهد بكين في الصين، بكين انفورميشن تكنولوجي. كان الفكره ان هي كانت مبادره معموله علشان يدخلوا التعليم التكنولوجي جوه مصر، واحنا كنا اول كليه. احنا عندنا ثلاث اقسام، ميكاترونكس واتصالات والكترونيات. انا ميكاترونكس، احنا دراستنا 4 سنوات، واغلب دراستنا المختلف فيها عن هندسة انها بتكون عملية، فبيكون عندنا ميكاترونكس يعني ميكانيكا والكترونيات. ايوة. اغلب دراستنا بتكون عملية، فبتكون 60% عملي، وبتكون 40% نظري. عملي ازاي يعني؟ عملي يعني تقريبا في كل ترم بنحتاج 3 مشاريع تخرج من الترم، واخر ترم خالص بيكون مفهوش مواد، بيكون في مادتين التخرج، لان هما بيكونوا بروجكتس كبيره بنتفرغ لها ترم كامل عشان نقدر ننفذها. الترم بتاعك او البروجكت بتاعك كان ايه؟ كان عن الاطراف الصناعيه، تحديدا حاجه اسمها تقنيه اسمها مايو الكترونكس. المايو الكترونكس كان عملنا مايو الكتريك هاند،
المايو الكتريك هاند دي عباره عن ايد روبوت بتتحرك بالكهرباء العضليه. كان ده مشروع تخرج انا وخمسه زمايلي كمان. انا كنت حابه المجال بصراحه، فكنت التيم ليدر بتاع مشروع التخرج، وبعد ما خلصت ابتديت ادور فين الشركات اللي في مصر اللي اقدر اشتغل فيها، والحمد لله ربنا وفقني يعني، وشغاله في واحده من الشركات دي. يعني اشتغلتي في مصر؟ بس اكيد اتعرض عليكي او كان ممكن تتخطفي تروحي بره، مش كده؟ هو ده موجود فرص بره، بس خلينا نقول ان برضو البدايه بتاعه التخرج لما يعجبك مجال طبيعي انك تبتدي فيه بالراحه، فالطبيعي ان انا كنت اخد فرصه زي كده، والشركه وفرت لي كذا تدريب علشان ابتدي اتعرف على المجال اكتر اللي انت شغاله فيها دلوقتي. لان هي وكيل لشركه عالميه جوه مصر، هي شركه عالميه بس هي الوكيل الوحيد اللي جوه مصر. تمام. فبالتالي يعني واطراف صناعيه هي الشركه الوحيده تقريبا اللي بتشتغل في المايو الكترونكس جوه مصر. هو المايو الكترونكس هي نوع من انواع الاطراف الصناعيه، ايوه، اللي هي بتتحرك بالكهرباء العضليه اللي الانسان بتعلميه يحرك عضلاته ازاي، فتطلع الكهرباء بتاعتها تحرك الايد بتاعته او الطرف البروستاتيك بتاعه. بالظبط، احنا عضلاتنا اصلا بتتحرك بالكهرباء، فبالتالي الاشارات دي بالتقنيه دي بنقراها فبننفس حركات معينه. ده شيء جميل جدا. وانت لما دخلت الجامعه الكلام ده كان موجود؟ كنت مسنطره عليه ولا ايه بالظبط؟ لا، دخلت جامعه قناه السويس ودي كليه. انا دخلت جامعه قناه السويس علشان البرنامج بتاع ميكاترونكس تكنولوجي، وكان الدخول مميز بسبب ان الكليه كمان مش بنروح لها بالتنسيق بس، الكليه بتاعتنا بتحتاج اختبار قدرات، فبيبقى الانتقاء بتاعنا كويس جدا، بيبقى لينا فرص ان احنا ناخد تدريب. بالمناسبه انا كنت من الدفعه المحظوظه اللي خدنا تدريب في الصين، سافرنا شهر تدريب صيفي هناك. كمان بعد كده في المشروع التخرج احنا كان لينا الفرصه ان احنا نختار مشاريعنا بنفسنا، فمن الجايدنس بتاع الدكاتره وان احنا نفكر بدانا نطلع بافكار مشاريع حره شويه، ونقدر نكتشف الباشن بتاعنا او نقدر نمشي في التراكات ايه. فهنا كان نقطه بصراحه مميزه جدا لكل الناس. انتوا بتكلموني على تعليم غير التعليم اللي احنا كنا بنشوفه زمان، يعني احنا ما كانش عندنا زمان اختيارات دي ونعمل مش عارف. يعني انا كلية اداب، بصي انجليزي خلاص دخلت اداب انجليزي، الحياة كده، بس يمكن الدنيا اتغيرت مش كده؟ حتى هم معجبين بحديث الرئيس واهتمامه بالملف التعليم ده. جدا، لان في فرص كتير بدأت تطرح للطلبة، كان هم مش بس يدرسوا جوه الجامعة، احنا كمان بنمارس أنشطة كتير جوه الجامعة، من ضمنها السفر، من ضمنها المعسكرات القيادية، من ضمنها ان احنا نشارك مشاركات مجتمعية فعالة. ده كله الرئيس متوجه ليه للشباب بصفة كبيرة، فبالتالي يعني بيعود علينا بان احنا بنخرج كوادر فعلا نقدر نشيل شغل من البداية. كحد فريش جراد انا شفت ده ولمسته على ارض الواقع بسبب التجارب الكتير اللي انا مريت بيها جوه الجامعة. كويس جدا، هرجع لك منا. قولي لي اهم حاجه النهارده في كل اللقاءات، انت حاضره من الصبح طبعا، اهم حاجه رسخت في ذهنك، ايه الرساله اللي جت لك؟ يعني لو انت حبيتي تلخصي لي اليوم النهارده بكل الكلام اللي انت سمعتيه، بكل اللقاءات اللي انت سمعتيه جواكي، مخليكي حاسه بيه؟ حاسه بجد بحب رهيب للمكان وانتماء لوطن انا عايشه فيه بجد. يعني فخامه الرئيس بيسعى بكل جهوداته ان هو مجهوداته ان هو بجد يعمل كل اللي يفيدنا في المستقبل واللي احنا بنحلم بيه وحتى اكتر من اللي بنحلم بيه، فحسيت حقيقي بالمجهود اللي بيتم بذله عشاننا، ف حابة ان انا ان شاء الله بعد كده ما خيبش ظنهم فينا، ونكون يعني من ضمن عجلة التطوير في الوطن، ونكون بجد قد ظنهم واكتر كمان. انا سعيد بيكي. شكرا. سعيد بيكو كلكم، وبشكركم على وجودكم معايا مرة اخرى. دكتور كريم عبد الباري، رئيس اتحاد الطلاب بجامعة قناة السويس، طب بشري سنة 6، انش فاكر كويس عشان محتاجين لك بعد كده. منى محمد غنيم، الطالبة المثالية جامعة قناة السويس، حاسبات ومعلومات، وفي الحتة النادرة جدا أرجوكي برضو كملي يا بنتي، محتاجين لخبراتك. والأستاذة سناء مسلم، أول خريجة من أول دفعة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية،
بشكرك جدا، بشكركم على ابحاثكم، بشكركم على وجودكم، وبشكركم على وجودكم معايا في الحياه اليوم. نكمل مع بعض هذه الزياره الحياه اليوم في الاسماعيليه.